أبنائي وبناتي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية شملت عدداً من التعيينات والإعفاءات. وفي التفاصيل، تضمنت الأوامر الملكية تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، كما تم تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً خاصاً للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمرتبة وزير. هذا وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية. كما عين عبد الله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، هذا ويشغل السواحة منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية منذ عام 2017. وفي السياق، عينت الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة. أما بدر بن عبد المحسن بن عبد الله بن هداب فقد عين مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة. هذا وأعفي أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة. كما تم تعيين السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير. وفيما يخص هيئة الحكومة الرقمية، فقد تم تعيين أحمد بن محمد بن علي سويان محافظاً للهيئة بالمرتبة الممتازة.